البهيج بمناسبة انتهاء أشغال المركب التجاري تونيزيا مول بضفاف البحيرة 2 حي صنوبر تونس. واسمحوا لي في بداية هذه الكلمة أن أرحب باسمكم جميعا بالسيدة والسادة السيدة سلمى اللومي رقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، السيد ياسين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، السيدة سميرة المرعي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، والسيد نعيم الكعبي رئيس بلدية حلق الواد. إن هذا المركز التجاري تونيزيا مول هو أضخم مركز تجاري في الجمهورية التونسية، وقد انطلقت أشغال إنجازه سنة 2012، وقد تطلب إنجاز هذا المشروع أكثر من 1500 عامل، وينتظر أن يشغل عند انطلاقه نحو 1000 عامل تونسي في مجال التجارة والتزود والخدمات. ويسمح هذا المركب التجاري ما لا يقل عن 37,000 متر مربع، ويتكون من طابق أرضي وأربع طوابق علوية إضافة إلى طابقين خصصا كمأوى للسيارات، يتسعان نحو 500 سيارة. وقد بلغت كلفة إنجاز هذا المشروع أكثر من 90 مليون دينار، وبلغت كلفة تجهيزات المحلات التجارية حوالي 40 مليون دينار، معناها في الجملة في حدود 130 مليون دينار. ويضم هذا المركب التجاري 80 محلا تجاريا تتمثل في أكبر الشركات وأبرز العمل.